حياكم الله يا الأخوة والأخوات، وكنا نتحدث في الأحكام الفقهية عن موضوع المفطرات، ونضيف إلى ما سبق الأشياء لا تفطر: قطرة العين، ولا قطرة الأذن، ولا غسول الأذن، ولا بخاخ الربو لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة ويحتاجه دائما وليس بطعام كما قررت بعض اللجان الفقهية، وكذلك الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان للذبحة الصدرية قرر المجمع الفقهي أنها لا تفطر وأنها لا تدخل المعدة بحسب كلام الأطباء، والتحاميل المهبلية والغسول المهبلي والمنظار المهبلي والفحص وإدخال المنظار أو اللولب وما يدخل الإحليل مجرى البول للذكر أو الأنثى من أنواع القسطرة والمناظير، وكذلك الصبغة لعمل الأشعة ومحاليل غسل المثانة وحفر السن وحشوه وقلع الضرس وتنظيف الأسنان والسواك والمضمضة وبخاخ العلاج الموضعي للفم والحقن العلاجية الجلدية العضلية أو الوريدية غير المغذية لا تفطر، كل ذلك لا يفطر. غاز الأكسجين وكذلك التخدير لا يفطر. وإذا لم يعطى سوائل ومحاليل مغذية طبعا، وأيضا ما يدخل الجسم من المراهم واللواصق العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية، وإدخال قسطرة لتصوير الشرايين أو علاج أوعية القلب، وإدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عمليات بالمنظار من ثقب في الجلد، قرروا أنه لا يفطر. وكذلك أخذ الخزعات ما لم تكن مصحوبة بمحاليل، ومناظير المعدة ما لم تكن مصحوبة بمواد أو محاليل، وأيضا القيء غير المتعمد والحقنة الشرجية كل ذلك لا يفطر، وأيضا الكحل والطيب والمكياج للمرأة لا يفطر. الأخت سلمى من الجزائر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة. نعم. معنى القرآن حجة لك ولا عليك؟ الثاني. والثاني ما معنى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها؟ الثالث. والثالث هل الستار للمرأة فرض؟ نعم. هل الستار للمرأة فرض؟ الختان. طيب. ستار الوجه. ستار الوجه، ايوه. ايه فرض طيب. ولا لا؟ طيب يا شيخ ارجوك ما عندي ذرية ادعي لي. اسأل الله سبحانه وتعالى وهو خير الوارثين ان يرزقك ذرية طيبة. ام اريج تفضلي. من المغرب. نعم. يا شيخ. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا شيخ. ايوه. انا تأتيني طيب أخ عبد الرحمن تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ أنا طيبين. الله يحييك يا أخي، حياك الله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. ما حكم البخور؟ هل هو يفطر؟ في شيء آخر؟ والسؤال الثاني هل يجوز أن أنادي أمي باسمها؟ مع أن إبراهيم عليه السلام قال يا أبيه يا هاجر، ما قال يا أبي، هل يجوز أن أناديها باسمه؟ لا لا، أصلا الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا ذكر الله اسمه، وإنما إبراهيم قال يا أبتي يا أبتي، فلا يصح الاستدلال بهذه الطريقة. هذا الاسم ذكره الله في كتابه، ذكر اسم أبيه، ذكر اسم أبي إبراهيم. على أي حال أنت ليش تناديها باسمها؟ يعني هل هي تحب ذلك يعني؟ لا يا شيخ، بس أقول يجوز يعني ولا ما هي. طيب تسمع الجواب، هل يجوز؟ وإذا هي تحب يجوز أنا أناديها طيب باسمها. طيب وإذا كانت تحب أيضا. إذا أنا سمعت الديك وأنا أصلي هل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك من فضلك؟ إذا سمعت صوت الديك. صوت الديك وانا اصلي، هل اقول طيب تسمع الجواب ان شاء الله ايضا في سماع صوت الديك وهو يصلي. اختنا ام يحيى من العراق. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين إذا أمكن. تفضلي. سؤال أول، ما حكم إعطاء الأم مبلغا من المال إلى أحد أبنائها من الآخرين وقولها له إذا مت فإن هذا المال حلال عليك، فهل يجوز لهذا الابن أن يأخذ المال دون إعلام إخوته الباقين، علما بأن هذا المال هو أقل من الثلث من تلك التي تملكها الأم؟ طيب، إذا صار السؤال هل يجوز للابن أن يأخذه أيضا، تسمعين الجواب، إذا ما أعطت البقية. نعم. الثاني، نعم بس يعني هو ثلث من التركة، يعني أقل من الثلث. إيه طيب، السؤال الثاني، ما حكم التلف على شخص بأنه كذاب أو صهوبي أو فاق أخرى كالبخيل مثلا، وأن يكون التلفظ مسموع لكن دون وجود أي أحد، يعني سوى المتكلم نفسه بينه وبين نفسه يا شيخ. طيب، يعني يقول على أحد أنه هو كذاب بينه وبين نفسه لكن بصوت مسموع. طيب، يعني فهل يكون هذا من باب الغيبة؟ ما حكم الجهر ما حكم الجهر نعم ما حكم الجهر بالغيبة بينه وبين نفسه؟ نعم. اي تسمعين الجواب؟ بصوت مسموع يا شيخ. ايش؟ عفوا سؤال، يعني بصوت مسموع، يعني انه خلاص خلاص واضح 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 واضح. الثالث، ويا هل اذا تكلم اشخاص، يعني انا اشخاص اخرين في كلام في غيبة، يعني وأنا كنت حاضرة معاهم مع الأشخاص اللي يتكلمون عن أشخاص آخرين، بس أنا الأشخاص الآخرين يعني ما أعرفهم، بس مجرد إني سمعت الغيبة عنهم، فلو أعتبر طيب. أنا يعني مشاركة الغيبة. طيب طيب طيب، خير إن شاء الله، الله يحييكم. إذا سمع غيبة لأشخاص لا يعرفهم ماذا يفعل؟ أخونا علي تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، طيب بركاته. شيخنا، ابن صغير صدم سيارة زميل لي في العمل منذ أكثر من سنتين، وكان معي تأمين وقتها ممكن يغطي الموضوع أو جزء منه، فتراضينا ساعتها وكل واحد راح صلح سيارته منذ سنتين، ثم جاء حدث بيننا خلاف منذ أيام، فذكرني بهذه الواقعة، يعني بيطلب تكلفة إصلاح السيارة، فهل هو له في ذمتي شيء؟ لكن أنت متأكد أنكم تراضيتما وسامحك؟ أنت متأكد أنه سامحك؟ أيوة، إحنا خلاص. طيب قلت طيب. مغلى ما خلاص، وساعتها إحنا تراضينا ساعتها ما كان لنا حد يشرب حاجة، وكان طيب. ممكن التأمين يشيل عني، يعني لو كان في شيء كنا كنت اتصلت على التأمين كان جو وتحمل الحاجة دي. لكن التأمين يعني راح يصلح السيارة إذا كان عرف التأمين أن ولدك الصغير قد ساقها؟ لا، ما كانش هقول، يعني بصراحة ما كناش هنقول إن الولد ما خدش فيك أصلاً. هذه مشكلة. طيب. هو الولد يعني ضغط على المفتاح وهي كانت واقفة. خير إن شاء الله. كانت صرم مع الشقة فخبطت السيارة. طيب. طيب، تسمع الجواب في من سامح شخصاً ثم رجع وطالبه مرة أخرى بحقه. الأخ ممدوح تفضل. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام، طيب بركاته. الله يجزيك عني وعن المسلمين خير الجزاء. حياك الله يا أخي. عندي ثلاث أسئلة، الله يجزاك خير. نعم. السؤال الأول، هل يجوز أن يقرأ القرآن بدون وضوء لشخص كثير خروج الريح الله يكرمك؟ يعني أثناء خروج الريح؟ لا، كثير خروج الريح، يعني كثير خروج الريح. طيب الله يجزاك خير. ثاني، السؤال الثاني، الله يجزاك خير. نعم. هل صلاة الجماعة في المنزل تجزي عن الصلاة في المسجد؟ اعد السؤال. هل صلاة الجماعة في المنزل تجزي عن الصلاة في المسجد؟ طيب، الثالث، السؤال الثالث، هل يجوز للفتاة ان تشترط في عقد الزواج ان لا يتزوج زوجها عليها؟ طيب تمام، جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله. إذا تسمع الجواب، هل صلاة الجماعة في المنزل تجزي على المسجد؟ وأخونا أبو وليد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، السؤال الأول عن الآية الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، هل يشترط أن يكون على المرائي يمنع الماعون، أو ربما يكون اتصف أحد الصفتين فقط، يعني يكون مرائي ولكنه سخي، أو بخيل ولكنه غير مرائي؟ يعني قصدك هل الوعيد الذي في الآية ينطبق على من يعمل أحد العملين؟ أيوة، أو لما طيب. يكون العملين مع بعض، يعني طيب. طيب، تسمع الجواب، هل ينطبق الوعيد على من يعمل أحد العملين يراؤون ويمنعون الماعون؟ طيب، السؤال الثاني، هل يجوز للكافر أن يقوم المسجد
هل يجوز المسافر أن الكافر يغم المسجد؟ الكافر أن ينظف المسجد. أي نعم. طيب تسمع الجواب، هل يجوز الكافر أن ينظف المسجد؟ نعم. أخيرا شيخ، أنا هناك موقع الدرر السنية لكشف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، هل هو يعني صحيح هذا الموقع؟ أي نعم، هذا موقع موثوق، نعم، لمعرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ومرجع في هذا ترجع إلى، يمكن الرجوع إليه باستمرار. حياك الله أم خالد من الجزائر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال فيما يخص الجنة. نعم. فيما يخص الجنة، عندي سؤال فيما يخص الجنة. طيب ارفع الصوت. اي نعم. لما عصى إبليس ربه في الجنة فقال له خرج من الجنة، فكيف بقي معه في الجنة مع أنه طرد من الجنة حتى وسوس لهما لآدم وحواء؟ لا، أنت لا تقولي كيف بقي معهم، هو خلاص يعني. نعم. لما أخرج خلاص إبليس خرج من الجنة، ولكن تقولي كيف وسوس لهما وهو خارج الجنة؟ إذن هو كان خارج. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في تفسير الآية، كيف وسوس لهما وهو خارج الجنة. أختنا أيضا موزة من الإمارات، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي بس أنت توا كنت تقول إن المكياج ما يفطر؟ نعم. زين، بس أي نوع من المكياج؟ المكياج عادة أصباغ توضع على الوجه، كالأحمر أحمر الشفاه، وكالكحل في العينين، وكبعض البودرات الملونة التي توضع على الخدين ونحو ذلك، هذا مكياج ظاهري إذا وضع لا يفطر، لكن لا يجوز الخروج به أمام الرجال الأجانب طبعا، لا في النهار ولا في الليل، لا في الصيام ولا في الإفطار. ولكن لو سأل سائل أو سألت سائلة وقالت المكياج هذا أحمر الشفاه، بودرة ملونة على الخدين، الكحل ونحوها، هل تفطر؟ فالجواب لا تفطر. أوكي، يعني بس هو ميك اب أصلا حرام المكياج؟ لا لا، قدام رجال؟ لا، ايوه طبعا طبعا، امام الرجال حرام، لا في الصيام ولا في الافطار، حرام في الحالتين. اوكي، ايه حياكم الله. ام نجيب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ حياكم الله. الله يسلمك شيخ، انا كنت اعمل عمره، ايه، وطفت بالطواف الشوط الاخير لقد وضوئي. ايوه، فعدت الوضوء وعدت الشوط الأخير، فشو حكم ذلك؟ من نقض وضوءه في الركعة الرابعة هل يتوضأ ويعيد الركعة الرابعة فقط أم يعيد من أولها؟ يعيد من أولها، وهكذا في الطواف. أيوه، الله يحييكم. في شيء ثاني؟ والعمرة معناتها العمرة في معنى مقبولة؟ إيه بقى، بتعيد الطواف والسعي إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. الله يحييكم، حياكم الله. الأخ سليمان، حياك الله يا أخي. حبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. تقويم الأسنان ممكن يأثر في أطعمة أو كذا، يأثر على الصيام، هل ممكن يعني يكون على الشخص قضاء؟ يعني تقويم الأسنان يبقى فيها أطعمة؟ نعم، التقويم يعني الطعام العالق بتقويم الأسنان، الطعام العالق بهذه الجسور المركبة في تقويم الأسنان. نعم نعم يا شيخ. طيب هو لا يبتلع، هو لا يبتلع؟ نعم. صح، لا يبتلع ولا لا؟ ممكن يأثر على أحيانا إذا قام شخص من النوم أو كذا يأثر فيه، يعني يحصل طعام ويبلعه أو كذا يحصل فيه طعام. طيب في شيء آخر؟ نبغى نصيحة للشباب أنهم يقدمون الإفطار وصلاة الترويح عن مباريات كأس العالم. إي والله، إي والله، نحتاج إلى النصيحة في هذا. والله أنا أقول لكم يعني عبارة، في الجنة يوجد نعيم ومنه كؤوس، في الجنة كأس كان مزاجها كافورا، وكأس كان مزاجها زنجبيلا، ويتنازعون كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. هذه الكؤوس التي في الجنة والله
تغني عن كأس العالم كله، ومن فكر في ذلك الكأس هان عليه هذا الكأس. يقول لأن الأخ الآن يقول يعني الشباب مشغولين عن التراويح وعن يعني يعني كأس العالم إيش الآن يعني هذا التراويح، التراويح أجرها باقي ينفعك في آخرتك، فتقدم عليه ما هو عبارة عن متعة، وبعدين متعة إيش يعني متعة نظر، متعة نظر. لكن صلاة التراويح والله متعة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، قرة عيني في الصلاة وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نور من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أسأل بالله عن سلف البول عند الشخص المعاق، والصلاة عند يعني الشك إنها ما تكون على طهارة. طيب. وفي كمان سؤال بالله. نعم. وعند سجود الصلاة عند الشخص المقعد اللي ما بيتحرك. سجود الصلاة للمقعد الذي لا يتحرك. على الكرسي طبعا هو. اي طيب. نريد الإجابة لو سمحت. طيب. الآن يعني؟ مش مشكلة نسمعها منك. طيب خير إن شاء الله. أبو راشد تفضل. أبو راشد السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. والدي توفى. أي. ولديه مزرعة وبيت. أي. بعنا المزرعة فما بعد تبين أنه موقف السلس. أيوة. وزعنا ورث المزرعة. فبغى البيت، هل نخرج السلس من البيت وقف من الغاف؟ لا نشوف يا أخي، إذا أنت بعت شيئا فيه وقف فالبيع يصح في الباقي دون الموقوف، فالموقوف لا يصح فيه البيع. يعني المفترض الآن ترجع على من اشترى منكم وتقول لو تبين كذا وكذا فهذا ثلث الثمن لك، وترجع لنا الثلث هذا الموقف حتى نقوم عليه، لأن نقله لا يصح إلا بإذن من المحكمة. يعني ستدخلون بعد ذلك في قضية نقله هذا عند الاضطرار، أما عند الاختيار اللي أوقفه الميت يبقى إلى قيام الساعة. ما يوقف من البيت؟ إذا بيع البيت يخرج له من قيمة وقف المزرعة للبيت؟ أنت إذا فعلت ذلك قد نقلت الوقف من المزرعة إلى البيت. نعم. وهذا النقل لا يصح إلا للاضطرار، ويكون بإذن المحكمة وعلم القاضي، تقرير القاضي. فلذلك الآن ما دام صارت المسألة عند القاضي فيها وقف ترجعون إلى المحكمة، لأنه أكيد أنتم رحتوا الكاتب عدل وسوى إفراغ، صح ولا لا؟ والله الكلام هذا قديم، وحق أخوي الشايب مش في الأمر، الكلام هذا قديم. طيب إذا ترجعون أيوة ترجعون الآن، أحسن شيء ترجعون إلى المحكمة لمعرفة هل يمكن الاسترجاع، ولا بعلم القاضي وإذنه تنقل إلى شيء آخر. فالآن المسألة في المحكمة. الله يحييك. حياك الله. أختنا أو أخونا محمد من الجزائر. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. حياك الله يا شيخ. أود أن أسألك سؤال في تجارة الذهب والجملة. نعم. تجارة الذهب والجملة. أنا عندي محل ذهب أشتري بالجملة. عندك المبلغ مثلا محل مجوهرات. ايوه عندك محل ذهب تشتري بالجملة. أشتري بالجملة أقدم مبلغ مثلا مليون دينار جزائري آخذ مليونين، إيش الحكم في هذا يا شيخ؟ أنت الآن لما تشتري الذهب بالجملة ألست ستسدد قيمته فورا؟ لا يا شيخ. أيوه. على بعد أسبوع أو أسبوعين تقريبا.
خلص. إذا الآن بارك الله فيك صار السؤال: ما حكم شراء الذهب بالدين؟ طيب خير إن شاء الله. طيب بقي نحتاج إلى التوقف عن الأسئلة، بقي أو نأخذ سؤال الأخت مي. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا أجهبت من تقريبا شهرين ونص. نعم. والدم فضل مستمر معايا يعني تقريبا 3 شهور، يعني لين دحين الدم من شهر. هذا الإجهاض بارك الله فيك، هذا تبين في خلقة إنسان، تخطيط يد راس رجل؟ أيوة ولا شهرين متخلق يعني؟ أيوة شهرين، وشفت نبض وكل حاجة. لا لا لحظة بارك الله فيك، النبض ما نتكلم الآن عن النبض، نتكلم الآن عن التخلق. هل تخلق الجنين؟ صار في شكل إنسان، شكل إنسان، تخطيط يد رجل رأس، صار في شكل إنسان؟ لا بس هو شهرين قالوا لي إنه كده حيكون متخلق، ما أعرف، هو شهرين. طيب خلص. فالسؤال السؤال مع استمرار الدم ما حكم الصلاة والصيام؟ نعم. لا يا شيخ أنا أيوة أنا ماني عارفة، أنا دحين بينزل مني دم بس ماني عارفة هل هو دم دورة هل هو دم إيه؟ طيب أنا طهرت ليلة رمضان بس إلى الحين تاني يوم رمضان بدأ الدم بكمية كبيرة وزي شكل الحلب. طيب فأنا ماني عارفة هل أنا أصوم أو ما أصوم أو لا. طيب إن شاء الله إذا صار عندنا جواب إن شاء الله نعطيك إياه إن شاء الله. طيب أبا بكر تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام طيب وبركاته. سؤالي بارك الله فيكم، حكم تقصير في صلة الأرحام دون قصد الخطيئة، يعني تقصير فقط. تقصير؟ تقصير في صلة الأرحام، يعني عدم صلة الأرحام دون قصد، يعني تأخير. طيب الله يبارك فيكم. وفي شروط قبول التوبة النصوحة، وجزاكم الله خير. حياك الله، الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، النتاج العلمي للشيخ بن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12,000 فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa. كيف عملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، مجموعة زاد تهديكم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ مستعينين بالله. أولا يقول السؤال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، ما معنى؟ قيل كانت امرأة بمكة تنسج الغزل هذا، تنسجه وتحيكه وتحكمه، فإذا انتهت كرت الخيط ونقضته كله مرة ثانية، كله نقضته. فالله قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، متفرقة خلاص. فلا تكن يا أيها المسلم في تمسكك بالدين وعملك للطاعات ثم ترك هذا والتخلي عنه والنكوص على العقبين، لا تكن في عمل الحسنات وبعدها تسوي سيئات تهدم ما بنيته من الحسنات. أنت الآن في رمضان اشتغلت وتعبت وصليت وصمت وتصدقت وقرأت وتلوت وذكرت واعتمرت، بعد رمضان لا تهدم هذا الذي بنيته، ولا تفعل كتلك المرأة التي كان في عقلها خبل
تحكم الغزل ولما تنتهي ما أحسنه ما أجمله ما أحكمه تكر عليه بالنقض فتنقضه كله. غطاء الوجه واجب للمرأة طبعا غير القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فهذه المرأة الشابة المرأة العادية عليها أن تغطي وجهها لأن الوجه مواضع الجمال، فيه العينان والأنف والشفتان والخدان هذا ما هو مواضع الجمال في المرأة، ولذلك كيف تكشفه للرجال الأجانب؟ والحديث يدنين عليهن، وقول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن من أعلى إلى أسفل، وحديث عائشة خمرت وجهي لما جاء صفوان، خمرت وجهي لما جاء الرجل الأجنبي. البخور لا يستنشق مباشرة ولكن إذا شم من بعيد لا يضر. السؤال يقول ما حكم أن يقرأ القرآن ويخرج منه ريح كثير؟ لا يضر ذلك، لكن من الأدب إذا وقت خروج الريح يمسك عن القراءة. طيب، هل يجوز الفتاة أن تشترط أن لا يتزوج زوجها عليها؟ الجواب نعم، عند العقد نعم، لكن بعد العقد خلاص، إذا ما شرطت في الأول ما ينفع بعدين. طيب، السؤال إبليس يعني وسوس لآدم وحواء وهو خارج الجنة، الجواب لأن الوسواس يصل، فنحن نحرص على المسائل العملية والمسائل الأشياء التي ربما لا ينبني عليها بالنسبة لنا فائدة كبيرة، يعني ممكن نتجاوزها يعني أو نقف عندها قليلا يعني، فالخوض في تفاصيل الطريقة يعني ليس مما ينبني عليه فائدة بالنسبة لنا، نحن نؤمن بقول الله فوسوس لهما الشيطان وقال ما نهاكما ربكما، فالشيطان نادى حتى لو من خارج الجنة ووسوس ووسواسه وصل، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. نقف عند ظاهر الآية، وسوس يعني وسوس، وسوس يعني وسوس، وانتهينا ولا نحتاج إلى قضية الدخول في تفاصيل. طيب كيف؟ ونقول أنت الشيطان الآن عرشه على الماء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان ممكن يوسوس من بعيد. طيب طيب، يقول السؤال تقويم الأسنان الأشياء العالقة لا تبتلع تترك، سلس البول للمعاق يغسله ينظفه قدر الإمكان، فإذا عجز سقط ذلك عنه ويتوضأ ويصلي على حسب حاله، وإذا ما استطاع يتوضأ يتيمم، وإذا ما استطاع يزيل الشرشف الذي تحته يصلي عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، شراء الذهب بالجملة لا يجوز، الذهب يدا بيد، فحرام شراء الذهب بالدين. وممكن كحل أنك تقول لصاحب الذهب، يعني أنت عندك محل وهو عنده مصنع، تقول أنا أبيع لك ذهبك وأخذ نسبة، فأنت الآن ما اشتريت الذهب منه، أنت وضعته عندك في المحل أمانة وتبيعه له وتعطي الأرباح له وتأخذ نسبتك، وإذا هذا إذا ما تستطيع تشتري بالنقد، وإذا تستطيع اشتري نقدا واستلم وبع. تسمية الوالدة باسمها لا يظهر فيه بأس إذا رضيت، لكن واحد والله ينادي أباه هكذا يا فلان وأمه يا فلانة بدون ما يكون راضي ليس من الأدب، ليس من الأدب، وإنما يقول يا أبتي يا أمي يا والدي. طيب، إذا سمعتم صياح الديك فاسأل الله من فضله فإن رأت ملكا، هذا يكون خارج الصلاة، أما في الصلاة فإن في الصلاة لشغلا. نعم، ويحتمل أن يكون إذا في موضع دعاء، يعني مثلا كان في السجود ولا كان في يعني التحيات قبل السلام، يقول اللهم إني أسألك من فضلك لأنه دعاء، لكن مو وسط الفاتحة يقطع الفاتحة بهذا، لا، الأصل إن في الصلاة لشغلا عما كان خارجها.
ولذلك لو عطس واحد وقال الحمد لله، أنت ما تقول له في الصلاة يرحمك الله، لأن هذا خطاب لشخص والكلام لا يجوز أثناء الصلاة حتى لو كان كلام بأذكار، لأنك تخاطب الله وهذا شغل ينبغي أن لا يدخل عليه شغل آخر. طيب، واحد عفى عن مطالبة ورضي وسامح وانتهينا، فلا يصح أن يطالب به مرة أخرى، كما قال العلماء الساقط لا يعود. الساقط لا يعود يعني التنازل إذا حصل برضا انتهينا. في شيء يتجدد؟ نعم، كأن تسقط المرأة حقها في النفقة فيما مضى، ما يسقط حقها في المستقبل. ولذلك هذا اللي يسموه زواج المسيار، اللي تقول كل شيء علي. لو طالبت في منتصف بعد ذلك، يعني أثناء العشرة الزوجية، حياة الزوجية، قالت نفقتي خلاص يحق لها، اللي راح راح، لكن المستقبل يجوز لها المطالبة، لأن هذا حق متجدد غير حادثة السيارة التي حصلت. تنظيف الكافر المسجد، المساجد بيوت الله أنشئت لذكره والكفار أعداؤه، وهم على شرك وكفر يناقض الذي من أجله بنيت المساجد، بنيت لذكر الله ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يتولى بناءها ولا يعني تركيب كهربائها وإصلاحها وتنظيفها الكفار إلا للحاجة. إذا صار في حاجة ماسة وما حصلنا مسلم أبدا إلا واحد كافر يحل لنا مشكلة الكهرباء مثلا، أدخلناه نظيفا للحاجة تحت المراقبة. طيب، قضية الغيبة بالقلب، سوء الظن حرام، وكما لا يجوز أن تحدث نفسك بمساوئ، كما لا يجوز أن تحدث غيرك بمساوئ إنسان، كذلك لا تحدث نفسك بمساوئه، لأن هذا سوء ظن. وإذا جات خواطر تجاهدها ولا تتلفظ، لأنك إذا تلفظت انكتب عليك اللسان، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، خلاص. وأما إذا صارت الغيبة من آخرين فإن عليك أن تدافع عنه إذا كان مسلما ولو كنت لا تعرفه، فإذا اغتابوا أمامك تقول يا جماعة هذا اللي أنتم تتكلمون فيه مسلم ولا لا؟ فإذا قالوا نعم قل اتقوا الله لا يجوز لكم، قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كذلك اكرهوا الغيبة. طيب، قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. حال المنافقين يراؤون، عن صلاتهم غافلون، الوقت يضيعوه، يمنعون الماعون، عندهم بخل. طيب، الآن الوعيد بالويل يشمل هذه كلها، فمن كان فيه بعض ذلك دون بعض فله من الوعيد بقدر ما عنده من المعصية والمخالفة. طيب، هل يغني الصلاة جماعة في البيت على المسجد؟ جواب لا، ما يغني ما دام يسمع النداء، فلا يتهاون إلا من عذر، والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، حافظوا عليهن حيث ينادى بهن. قال ابن مسعود ما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإذا صلى الناس في بيوتهم تعطلت المساجد، ولذلك هذه أنشئت لتعمر، تعمر لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. ولذلك من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. هل يجوز الأم تعطي ولد دون الأولاد؟ لا، ما يجوز، وعليه أن يعظها، ما هو يأخذ منها ويسكت، لا، يعظها، يقول ترى يا أمي ما يجوز أن تعطيني أكثر من ما لم تعطي إخواني، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. والخطاب للأبوين، الخطاب للأبوين. طيب، السؤال أيضا بالنسبة لسجود الصلاة للمقعد، على قدر استطاعته يسجد، على قدر استطاعته يميل، يستطيع يميل يميل، ما يستطيع بالنية في القلب ويقول سبحان ربي الأعلى وينوي سجود. أجهضت، إذا كان تخلق فالدم نفاس، إذا ما تخلق فالدم استحاضة. طبعا الاستحاض الدم استحاضة، إلا إذا فرق اللون، فرق الدم وصار
أسود به له رائحة تميزه. وعموما الحيض لا يكون أكثر من 15 يوما، الحيض ما يكون أكثر، فإذا زاد عن 15 ترجع إلى عادتها الأصلية وتقضي الباقي. تقصير في صلة الأرحام لا يجوز، لكن قد يكون بعض الناس عنده أشغال يعذر في يعني طول الوقت ما لا يعذر غيره. يقول أنا في منطقة مشركين ولا يوجد بها مسجد وهدموا المساجد، نقول يا أخي انتقل إلى منطقة أخرى. يقول أنا عندي عمل، نقول اقضي عملك وارجع إلى مكان المسلمين تصلي معهم وابحث عن عمل عندهم، خلاص، لأنه ما في مصلحة من البقاء في مكان تحت حكم المشركين يعني لا تستطيع أن تقيم فيه شعائر الدين الظاهرة. هل الاحتلام يبطل الصيام؟ الجواب لا. يبعث لي رسائل يعرف أخبارنا في بلدنا، هل يجوز؟ طبعا تخبر، ولكن الآن إذا كانت فتاة هل تتراسل مع رجال أجانب؟ الجواب لا، لا ننصح بذلك. اعتادت صلاة التراويح 10 سنين وهذه الظروف خاصة، السنة هذه تصلي في المنزل مع حمل المصحف، لا مانع، هذه امرأة تصلي في بيتها. درس قبل خطبتي الجمعة، نهى عن الحلق قبل الجمعة، ولذلك لا تعملوا حلقا قبل الجمعة، عملوها بعد الجمعة. عندنا اختلاط كبير في بلدنا، نقول غض بصرك، احفظ نفسك، وإذا يعني اضطريت للنزول يكون في الليل مثلا، ما تجرح صيامك، أو تحرى الأوقات اللي ما يكون فيها زحام، البلا فيها أقل ما يمكن. صائم ينام إلى الساعة 12 ظهرا، هو يصح الصيام، ولكن ينبغي عليه أن يحافظ على الصلوات. طبعا الحقيقة أن الوقت تداهمنا، ويعني التدبر والتفكر في قراءة القرآن يحصل بالتفسير، معرفة المعنى والتكرار. قص المعدة هذا مرجع للأطباء، هم يقررون إذا بقيت على حالك أسوأ ولا إذا عملتها أسوأ، هذه مراعاة أدنى المفسدتين. كم ركعة نصلي التراويح؟ مفتوحة، والسنة 11 طويلة حسنة. تكبيرة الإحرام تدركها لما تكون واقف في الصف عندما يكبر الإمام. هل الإمام يرفع يديه فوق المنبر أثناء خطبة الجمعة؟ لا، وقد في حديث بشر قال قبح الله تلك اليدين، فلذلك ما يرفع إلا في دعاء الاستسقاء فقط، ما يرفع الإمام. ويقول صندوق مال للجماعة للديات إذا خرج من ملكهم وخلاص ما يعود إليهم فلا زكاة فيه. ابتلاع البلغم لا يبتلع وهو متعمد،